سير بس طف سير. اللهم بارك بصحة السي الرايس. اخر لحظة. هذه بخاطر جبال الرياس. شوية. بصحة وراحة. سير 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 الخطر ها مبارك. صحتك الرئيس مبارك. ظهر الدبدوب. يا اللي دارت لينا هنا قتلة. السي الحسن. انت على خير هذا يا عمر. بسم الله توكلنا على الله. نهار جديد من كبر باص. الله يسهل علينا بو سعيد. امين امين امين. طيب بسم الله خويا. لينا والدراري كاملين. الله يسر. يكون النيفو ديال اليوم طالع على ديال البارح ان شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم اخواني الرياس، نتمنى تكونوا بخير، تكونوا مزيان. فنهار جديد هذا من الرحله الجديده لكاب برباس. فيلا جينا لهنا ان شاء الله. دابا غادي نحاول نهبط الباكتاج. السي سعيد راه مشى باش يهبط من ليه باش يتلقى الباكتاج. المهم كيف ديما وصافي. فالجو اليوم رائع الحمد لله، الريح ما كاينش بزاف. والمي ها هي سلام مزيانه ما فيهاش. نشوفوا الله هذا النهار هذا واش كاينه شي حاجه هنا في هذا المسير هذا، حيت كل نهار كنمشيو لبلاصه. ممكن مازال الله كنكتشفوا دابا المصيد، لان يلاه جينا البارح وكل نهار كنتيستيو المسير. فخليكم معنا الاخوان، الرحله راه يلاه بدات ولا يجي بسمينا. واحد التقويصة على المباشر، حنا يلا خنبطو في الماتريال. سير الله يسر. بصحتو. حمشات. شاتس. مساعد. مساعد. أرض البال. أرض البال. فهانتم الاخوان ها فين هبط القصب. الرئيس سعيد كان كيشد من ديال تحت. الاخوان سي اسماعيل وسي مبارك راهم لونسين الحمد لله، كاينه لاتوش دابا شي حاجه دابا على مبارك، ولكن ما جابش الله. ايوا الله يستر الامور.
ثاني على الدار سي مصطفى. دبدوبة هذيك اللهم بارك بصحة السي الرئيس. اخر لحظه هذه بخاطر جبال الرئيس سير 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 الخطر ها مبارك سير 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 امشي على مبارك بشويه بشويه اللهم بارك امسحته صح سكر الرئيس مبارك حط السمسطبه ظهر الدبدوب يا اللي دارت لينا هنا صح سكر خويا انها سمكه كفل لا سير اسمعي سير حاول يكون سكر أصريان هيا اسمع هاي حاول لي هنا حاول لي هنا سير 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 شاتس شوية امسحوا الراحة المهزاء قنطرة صغيرة صورها سير على تقسيم الصفا سي مصطفى خلعتينا خلعتينا سي مصطفى سير بس التفسير واحد لا باطيش لا باطيش داك اش كتبان غليظة او تجي نقولو غليظ غليظ دابا كيفاش دابا انا شفتي ديالي
كان تمشي ديك الحجر. صح الرئيس اغلى باقا تما مازال امس مازال كنطلع. اللهم بارك قال لي خاطر اللهم بارك اللهم بارك. بابا حسن تحيه من مصطفى ماشي مزيان كذا اليوم عندي ما مزيان ايوا الحمد لله شويه ديال الابلاغ شويه ديال المعزه وشويه ديال التبدو الله يجعل البركه ايوا الحمد لله الامارات تفرقنا كل واحد مشى للمصيد صح صح تبارك الله تحركت عندنا الدبدوب المعزه لا باقيش الشرو المهم هذاك الشيء متنوع صافي اللي خاصنا باش نقلبوا عليه هذيك الا بغيت نسولك فين غاديين غادي لا في التاس ديال الرباط اي والله ام بيست دي مهريز اي والله يسر الامور والله نلقاو في شي سردي ان شاء الله جينا الافتاس ما كاينش لا سردين لا داكلاس الناس كلشي كونجي جينا نضرب واحد الدويره هنا ونديرو شويه لونسيات الا كنا شويه ديال الكابايلا نجمعوها الله اي والله ما يسير غتفلقها تابعة تابعة سير 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 باينة شكراتها راه ضرباتها الرئيس حسن هي الراجلو السلام عليكم اخواني الرياس نتمنى تكونوا بخير فكيف ما شاهدتوا معنا الصباح كان رائع كانوا سكوتات مزيانين واخا ما وثقناش كلشي ولكن حاولنا نوثقوا بعض اللقطات الرائعه فمن بعد ما سالينا الصياده وخلي مره ما تجمعناش كاملين لان كنحاولوا نتفرقوا باش نشوفوا المصيد اللي محرك فيه مشوي ديال الحوت فمن بعد ما رجعنا القيطون تغطينا وتوجهنا نحو ميناء مهريز باش نشوفو ان شاء الله الا كاين شويه ديال لاكلاص والسرديل لان بدا كينقص لينا لاكلاص والسرديل لكن للاسف ما صنا الاخوه مازال ما خدموش فريحنا واحد ساعه ونص تقريبا تما في الميناء تبارك الله ميناء جميل هدوء دوزنا في واحد ساعه ونص ديال ما كان بدنا الجو تقريبا وغادي نرجعو ان شاء الله للقيطون على اساس واحد يومين ولا 3 ايام غادي يمشيو شي جوج اخوان من الجروب ديالنا باش نجيبو نمشيو للداخله باش يجيبو لنا ان شاء الله شويه ديال الطعمه وشويه ديال لاكلاص ونلقاش تخلص لا احتاجينا شي حاجه فخليكم معنا الاخوان الفيديو ديال البرباس راه يلا غادي يبداو وفيديو القادم ان شاء الله غادي يكون لقطات اخرى ان شاء الله ومصايد اخرى باذن الله في امان الله وحفظه شكرا على المتابعه